بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم على برنامجي وبرنامجكم الجريء على شاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية بمدينة الإنتاج الإعلامي. قبل مبدأ حلقة اليوم هنتحدث بكلام الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة اليوم هتتكلم عن ثلاث محاور، والثلاث محاور من محافظتي، محافظة السويس، محافظتي اللي أنا طبعا بعشقها، بلد الصمود، بلد البواسل، بلد الأبطال. محافظة السويس على طول احنا بنقول اللي هي في المقدمة، دولة السيد الرئيس بصت لمحافظة السويس، دولة رئيس الوزراء بصت لمحافظة السويس، وزير التنمية المحلية، وطبعا القائد المحترم طبعا اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، الرجل اللي عمل طفرة كبيرة هناك، يعني كان بيكرم أوائل الثانوية العامة، وطبعا الطالب اللي رفع راس محافظة السويس وطلع الأول على محافظة السويس وأخذ المركز الرابع على مستوى جمهورية مصر العربية في أوائل الثانوية العامة، طبعا الطالب أحمد كمال السيد، طبعا احنا بنقول له ألف مبروك، رفعت راس محافظة السويس وشرفت السويس. احنا اي حاجة حلوة، اي حاجة فيها طلابنا بتعملها. طبعا الطالب احمد كمال السيد يعني من 11 عام او 12 عام، منذ 11 عام او منذ 12 عام ما حصلش او ما فيش حد جاب على مستوى جمهورية مصر العربية الرابع او الاول على محافظة السويس، والطالب ده ربنا وفقه ونجح وجاب الرابع على مستوى الجمهورية والأول على محافظة السويس. احنا بنقول له مبروك، ويعني هنطلع كده لتقرير خارجي من داخل ديوان عام محافظة السويس، وتحديدا من داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة. هنكون مع السيد محافظ السويس وهو طبعا يعني بيكرم أوائل الطلبة هناك، وهنسمع كلمة السيد المحافظ، وهنسمع كلمة وكيل أول الوزارة الأستاذ محمود الفولي، وهنسمع كلمة الطالب ووالدته، ونرجع لكم تاني. حضرتك كنت بتكرم طبعا اوائل الثانويه العامه الرابع على مستوى الجمهوريه، الطالب احمد طبعا خدنا كلمته مع والده السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم، طبعا محضور الدكتور عبد الله رمضان نائب السيد المحافظ، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المحافظه والجهاز التنفيذي والقيادات التعليميه. كلمه حضرتك النهارده. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اسعد واحد في السويس زي ما انا قلت قبل كده، وزي ما حافظ استمر اقول، لان انا شايف ان المنظومه التعليميه في السويس منظومه محترمه وجيده. شايف ان اعضاء المنظومه نفسهم الثلاث ارباع اللي فيها اللي هم مديريه التربيه والتعليم والمدرسين، اولياء الامور والطلبه، المنظومه مكتمله عندنا في السويس، ليها شكل كويس. صحيح ممكن ما تكونش 100% زي ما احنا عايزين، ولكن هي واخده درجه عاليه جدا. عندي مديريه التربيه والتعليم باعضاء هيئه التدريس بالمنظمين والاداريين حاجه تستحق الاحترام والتقدير، زي ما انا بتكلم ودايما بقول ان انا لما بعدي على مدارس بعدي توقيتات، ما بقولش انا رايح بخش المدارس، بقصد اللي بروح مدارس التعليم الاساسي بالذات، شايف مستوى محترم، شايف مدرسين على مستوى عالي، مهتمين بالطلبه، مهتمين بنفسهم انهم ينموا مهاراتهم، وبياخدوا دورات تدريبيه دايما. ده من ناحيه المديريه التربيه والتعليم. من ناحيه الاباء انا شايف غيره شديده في جميع اهالي السويس على ابنائهم، ونوع من انواع التنافس ان اولادهم يبقوا متقدمين وممتازين. اما من ناحيه الطلبه فانا شايف الطلبه منتظمين منضبطين، ما عندهمش نوع من انواع الانفلات خالص، وقادرين على انهم يحققوا احسن واحسن ان شاء الله خلال الفتره القادمه. كل اللي انا بتمناه من ربنا ان تستمر النهضه دي وتزيد فعلا، وان شاء الله الخير والسعاده للسويس والسويس. اهلا وسهلا بحضراتكم بالساده المشاهدين، وكل التحيه والتقدير لابنائنا الناجحين المتفوقين في الثانوية العامة، وأزف الفرحة والبشرى إلى معالي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر بتفوق ابننا أحمد كمال الرابع على الجمهورية القسم العلمي رياضيات، الأول على السويس الباسلة
كل التحية والتقدير لهذا الابن البار ولأسرته الطيبة. جدير بالذكر أن والدة الطفل هي زميلة عزيزة أستاذ عزة مدرس اللغة العربية بمدرسة المستقبل الصناعية بنين. كل التحية والتقدير لهذه الأسرة التي دعمت هذا الابن والذي جعلته من المتفوقين الأوائل على الثانوية العامة. جدير بالذكر أن ابني في حواري معه قال لي أنه استعان بالله أولا ثم بعد ذلك بتنظيم وقته عن طريق أسرته الطيبة ثم عن طريق الاستعانة بالمنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا وبنك المعرفة. فهذا شيء طيب أن الأبناء قد وعوا وفطنوا إلى ما قدمته القيادة السياسية من أجل إرساء هذه الدعائم الجديدة والنقلة الحضرية الجديدة في تعليم جديد يتوافق مع سوق العمل الدولية. كل التحية والتقدير لشعب السويس الباسل وتحيا مصر. أحمد ألف مبروك، والنهاردة بقى إيه سعادتك وفرحتك قدام طبعا السيد محافظ السويس وكيل اول الوزاره وشايفين الجهاز التنفيذي. الله يبارك في حضرتك، طبعا شرف كبير يعني الدعوه من سياده اللواء عبد المجيد صقر والاستاذ مصطفى. الحمد لله. ايه بقى طموحك كده؟ قول لي طموحك، عاوز تطلع ايه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله الخطوه الجايه هتبقى كليه الهندسه، يعني لسه حاليا ما فكرتش في القسم لكن ان شاء الله ربنا يكتب الخير. يعني مبروك مقدما. احمد ايه بقى استاذ عزه؟ قولي لي. عزه معلم كبير بمدرسه المستقبل الثانويه الصناعيه. إيه بهدي نجاح احمد لكل مدرس تعب معاه وشجعه وامن بتفوقه وامن بانه قادر انه يحقق المستحيل في سنه كانت صعبه على كل مصر وكل طلاب الثانويه العامه. التوفيق والنجاح. شكرا. التوفيق والنجاح من ربنا سبحانه وتعالى اولا، والمجهود اللي بذله ودعمنا المستمر ليه اللي هيتنه لغاية لما يوصل لأعلى. طبعا التقرير يتحدث عن نفسه من داخل ديوان عام محافظة السويس. شفنا تهنئة السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى ابننا أحمد اللي رفع راس محافظة السويس، وطبعا هنقول يعني عشت يا مصر عشت يا مصر عشت يا مصر، وطبعا السويس في المقدمة. الراجل يعني رفع راس مصر على مستوى الجمهورية وجاب الرابع، وعلى مستوى محافظة السويس كان الأول. سألته طبعا من خلال تقرير خارجي، وإحنا بننزل بكاميرا برنامج الجريء من خلال قناة الصحة والجمال الفضائية المصرية. طبعا بننزل نعمل كل التقارير بنفسنا، ما بنخليش حد يبعت لنا فيديوهات ولا حد يبعت لنا صور، بننزل نرصد المشهد على الطبيعة. الكاميرا لا تتحدث ولكن المشهد يتحدث عن نفسه، ولكن الكاميرا ما بتجيبش المنظر الجميل لوحدها، وهو المشهد يتحدث عن نفسه. وطبعا لما سألت أحمد قال لي طموحي اللي أنا أطلع يعني كلية الهندسة، أكمل في كلية الهندسة ولكن لسه ما اختارش القسم. احنا معانا من خلال مداخلة هاتفية الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بالسويس. مرحب بيك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا فندم. مرحب بيك أستاذ محمود. احنا عرضنا تقرير خارجي من ديوان عام محافظة السويس وتحديدا من داخل القاعة الكبرى بالمحافظة. طبعا عرضنا تقرير للسيد الوزير المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، وتقرير لحضرتك وابننا أحمد كمال سيد اللي رفع راس محافظة السويس وطلع الرابع على مستوى الجمهورية والأول على السويس. كلمة حضرتك بقى للطالب ده. بقول له كل سنة طيب ودائما متفوق يا أحمد، وهنيئا لك هذا المركز، واسعدتنا جميعا في السويس، وعبر عن ذلك معالي اللواء أركان حرب عبد المجيد بيه صقر الذي قال شرفتنا وشرفت السويس، وانا اكرر له هذه المقوله، وهذا يضع على عاتق احمد مسؤوليه كبرى ان يتفوق في كليته ليصبح كما قال له معالي اللواء أركان حرب خادما لمصر المحروسه، لان ابنائنا هم اول الناس بان يخدموا مصر وان يكونوا في المقدمه وان يكونوا في الطليعه. هنيئا لأحمد وهنيئا لأبنائنا في التعليم الفني، وإلى الأمام يا سويس بإذن الله تعالى في مستقبل قريب. أستاذ محمود، السيد المحافظ طبعا بيكرم أبنائنا الطلبة وعلى رأسهم أحمد كمال السيد، طبعا أمامنا على الشاشة بيكرم أبنائنا في الثانوية العامة. هتقول إيه لباقي أبنائنا يعني
او طلابنا. احنا ادعو اولادنا جميعا في السويس سواء التعليم العام والتعليم الفني لان يتنافسوا، لان المنافسه شيء شريف ومصر تنتظر منهم الكثير والكثير، والسويس الباسله دائما ولاده بابنائها الابطال في كل الميادين، فيا حبذا لو كان التعليم والثقافه وفي كل المجالات ان يكونوا هم في المقدمه الطليعه. وكنا بالامس يوم الخميس على مسرح المدينه التعليميه نتلقى التكريم الاول للسويس في المسرح كافضل عمل جماعي مسرحي لابنائنا في السويس. كنت في غايه الفخر بان اتلقى كل هذه البرقيات التي ترسل لنا بالتهاني وهنيئا لابناء السويس. وكنا في سنوات طوال ننتظر مثل هذه الاشياء الجميله التي تدخل البهجه والسعاده على السويس، والسويس يستحقون منا كل السعاده، وهنيئا لهم هذا التقدم وهذا التفوق، والى المزيد من التقدم والتفوق في الايام المقبله باذن الله تعالى. استاذ محمود، ما هي نتائج التربيه والتعليم بالسويس عن العام الدراسي الماضي؟ السويس بفضل الله تعالى ثم بوقوف زملائنا الافاضل في الميدان من مدير عموم الادارات ومدير الادارات النوعيه ومدير التعليم العام ومدير التعليم الفني وشؤون التنفيذيه وكل الكوادر العامله وزملائي المعلمين والمعلمات وابنائي الطلبه والطالبات والساده اولياء الامور في منازلهم كانوا داعمين لنا، فكانت السويس المقدمه لاول مره نجد نتيجه الاعداديه تقفز عن العام الماضي بحوالي 1.5%. كذلك لاول مره من سنوات عديده نجد الرابع على مستوى الجمهوريه ابننا احمد كمال السيد الباقي، وهذا شرف لنا. لاول مره ايضا من سن عديده نجد في التعليم الفني اربع ابناء او بنات وهن تيسير واسراء وشهد. كل هذا الامر يدعو الى الفخر ويدعو السويس الى ان يكونوا على قلب رجل واحد ان يكونوا دائما في المقدمه. فهنيئا لابنائنا في السويس وهنيئا لكل زملائي الذين بذلوا الجهد والوقت من اجل تزيد الصعاب. هنيئا لقسم التطوير التكنولوجي في مديريه التربيه والتعليم وفي الادارات التعليميه الذين كانوا على قدر المسؤوليه ووقفوا في جائحه كورونا وكانوا يقدمون الدعم التقني والفني لابنائنا وتبسيط لهم بكل ما يعني اوقفته وزاره التربيه والتعليم من اجل هذه الجائحه ليكون التعليم متاحا لهم عبر المنصات والقنوات واونلاين. كل ذلك يدل على ان منظومه التعليم في السويس تحت قياده معالي الوزير المحافظ كانت على قدر المسؤوليه، ونعد معاليه بان نكون باذن الله تعالى في الغد باذن الله تعالى عند حسن ظن السويس باذن الله. والسلام عليكم. استاذ محمود، ما هي خطه مديريه التربيه والتعليم للعام القادم؟ خطة مديرية التربية والتعليم في العام القادم طبعا نحن نتبع التوجيهات الواردة لنا من الوزارة ومن معالي الوزير المحافظ بأن نكون دائما وأبدا على استعداد تام. فهناك صيانة بسيطة للمدارس وتعمل منذ يعني فترة تجاوز الأسبوعين بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية. هناك صيانة شاملة وهناك إحلال لأسوار، احنا عملنا إحلال لأسوار 21 مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي، وانتهينا من مدرستين الشهيدة شادية والسلام العسكرية قبل بدء امتحان الثانوية العامة، وهذا إنجاز يحسب ولولا دعم معالي الوزير المحافظ ما انتهينا من هذه الأسوار. كان العمل فيها ليل نهار وكنت أذهب بنفسي أتابع بعدما يذهب زملائي من المدير العموم في الصباح وفي المساء وفي بعد أوقات العمل الرسمية. كل ذلك يترجم العمل والتنسيق والتخطيط بيننا وبين هيئه الابنيه في ظل رعايه معالي الوزير الدكتور طارق شوقي ومعالي اللواء اركان حرب عبد المجيد. استاذ محمود، ما هي خطه التربيه والتعليم بالسويس للنهوض بالتعليم؟ النهوض بالتعليم ده خطه الدوله معاليك طبعا زي ما تعرف حضرتك واستاذ المشاهدين، الدوله كرست كل جهودها للتعليم وللصحه. بالفعل الصحه والتعليم هذان هما العمودان الاساسان او يعني الركيزتان الاساسيتان في نهضه اي بلد. فبالفعل القياده السياسيه اولت ذلك، وها هي المنصات التعليميه تتيع التعليم لابنائنا والقنوات وبنك المعرفه. اذا اصبح التعليم يطرق الابواب حتى على الطالب وهو في منزله، وعلى الطالب ان يمتثل وان يذهب الى المدرسه. وان شاء الله باذن الله العام القادم سوف نرى باذن الله تعالى انتظام كامل في الدراسة بإذن الله، عندما تزول هذه المحنة التي عمت العالم أجمع، وننتظر من أبنائنا أن يكونوا على قدر مسؤولية وأن يسألوا وأن يناقشوا وأن يحاوروا
كل الاساتذه في كل ما يعني له من اسئله، وسوف تكون المتابعه المدنيه اكثر من العام الماضي حتى نحافظ على التفوق وعلى التقدم الذي وصلنا اليه. استاذ محمود اشكرك وشرفت ونورت. الله يكرمك، شكرا لحضرتك وللساده المشاهدين، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. طبعا كان معانا وكيل وزاره التربيه والتعليم الاستاذ محمود الفولي. الراجل سالناه على طبعا نتائج التربيه والتعليم عن العام الدراسي الماضي، وسالناه ما هي خطه مديريه التربيه والتعليم للعام القادم، وما هي خطه التربيه والتعليم بالسويس للنهوض بالتعليم، واجاب على كل الاسئله، وكانت الاسئله والاجابات على الشاشه تتحدث عن نفسها مباشر. طبعا هنطلع لتقرير كده من طبعا القطاع الريفي. اهالينا في القطاع الريفي ليهم حق علينا، طبعا يعني احنا بنشكر يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبنشكر يعني وزير التنمية المحلية، وكل الشكر يعني والتقدير للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يعني على موافقة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة الحايز العمراني. وطبعا عند سؤالنا هيتم بإذن الله يعني دخول الحايز العمراني 65 قرية في الكتلة السكانية هناك، التعدد السكاني الناس اللي ساكنة هيتم هناك يعني مرافق وصرف صحي وتغيير مواسير وتغيير خطوط وشبكات جديدة ورصف وإنارة وزرع وبلاط أنترلوك، ويعني هتخش طبعا القطاع الريفي هيخش هناك، المناطق اللي انا قلت عليها هتخش تبع المدن ان شاء الله تبقى مدينه. ومحافظ السويس الراجل صرح وقال ان شاء الله يعني القطاع الريفي او الجناين هتبقى احسن من حي السويس، واحنا عندنا حي السويس ده حي اول. تخيل بقى اما المحافظ يقول القطاع الريفي او الجناين هيبقى احسن من حي السويس، يبقى فيه شغل عالي، وطبعا الميزانيه هتكون هناك فوق الثلاثة مليار جنيه، عمرها ما حصلت. السويس كانت بعد الحروب مهمشة، ما كانش في حد بيسأل عنها، وكان كل شوية أكتر من 200-300 بلاغ عن الصرف الصحي وطفح المياه. النهاردة ما فيش ولا بلاغ، بعد يعني ما سألنا مدير الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس المهندس محمود زهرة، الراجل قال ما فيش ولا بلاغ عندي. يبقى كده السويس في مقدمه، وعشان ما نقولش هاني وارث مثلا او مقدم برنامج جريء بيقول اي حاجه من نفسه، احنا هنخرج لتقرير لتطوير القطاع الريفي وتحديدا من داخل قريه عامر، وهنسمع السيد المحافظ هيقول ايه ونرجع لكم تاني. مع الوزير هنقول ايه لاهالينا بقى في القطاع الريفي حضرتك، وعدت الناس وهو الصرف الصحي ولسه الرصف ولسه اعمده الاناره والكلام ده. بص يا هاني، يعني انا مش هتكلم كتير، احنا قلنا هنعمل للناس 1-2-3-4 كل الخدمات الاساسيه اللي تليق بالانسانيه. يعني ما ينفعش ناس تبقى ساكنه هنا ما عندهاش صرف صحي، ما ينفعش ناس تبقى ساكنه هنا ما عندهاش ميه كويسه، ما ينفعش ناس تبقى ساكنه هنا ما عندهاش طريق تمشي عليه، ما ينفعش ناس تبقى عايشه هنا وما فيش اضاءه او اناره، ما ينفعش ما يبقاش فيه اسفلت، ما ينفعش يبقى فيه انترلوك، كل الخدمات الاساسيه اللي تليق ان بني ادم يعيش فيها وانا ارض اعيش فيها وانت تعيش فيها وهم يرضوا يبقوا عايشين فيها ومبسوطين، والله لا نعملها ايا كان الرقم والتكلفه. ليه؟ انا ما بقولش انا عبد المجيد صقر، دي الدوله، دي الدولة، دي مصر، ده شكل مصر اللي بتنفذ أي أعمال كده، وده التوجيه بتاع فخامة رئيس الجمهورية كده، وده التوجيهات بتاعت معالي دولة رئيس الوزراء كده. إحنا هنعمل كل حاجة صح للناس، ولو في حاجة من اللي إحنا بنعملها مش ملائمة لطبيعة القطاع الريفي وحاسين إنهم عايزين يعدلوها أو يغيروها وإحنا شغالين يقولوا لنا، إحنا جاهزين نسمع، ما احناش متحجرين، جاهزين نسمع، ولو لقينا الكلام بتاعهم مظبوط هنعمله زي ما هم عايزين. لكن حمنع دلوقتي بيت انه ياخد وصله ويرمي المجاري بتاعته في الترعه لان عنده صرف صحي؟ حمنع ان واحد يضرب خط ميه عشان يسرق ميه لبيته؟ عنده وصله لغايه بيته. حمنع واحد انه ياخد من عمود نوري يدخل لبيته كهرباء بسلك عشان عياله هتتكهرب؟ كل حاجه هتبقى صح،
والناس في وانا اعتقد انا مواطن لقيت كل الخدمات دي موجوده عندي هزعل ولا هتبسط؟ لا هنبسط طبعا، بس هدفع ثمن الخدمه. كل سنه وانتم طيبين. الاساسيات احنا هندفعها، الاساسيات احنا هندفعها، بتاعت بيتك جوه انت اللي هتدفعها، ولا اعمل لك بتاعت بيتك كمان؟ بس كده. ماشي يا فندم. بص يا فندم، اللي انا عايز اقول لحضرتك عشان برضو الامور تبقى واضحه وما تبقاش انت بتخلط الامور، لما تقول لي مركز شباب قريه عامر انت بتكلمني في الشباب والرياضه، خليني دلوقتي انا اخلص لك الخمس حاجات الاساسيين لحياتك اخلصهم. الحاج جمال معانا بس. شكرا مع الوزير. التقرير يتحدث عن نفسه من داخل قرية عامر بالقطاع الريفي بحي الجناين. الراجل هيعمل ايه تاني؟ سيادة المحافظ هيعمل ايه تاني؟ اهو بيتكلم بيقول هندفع الخدمات، خدمات بيتك انت دي حاجة بتاعتك، يعني اللي انت هتعمله ببيتك ده بتاعك، خارج بقى بيتك اللي هي الطرق وامام منزلك وامام الكلام دوت، السيد المحافظ بيقول احنا اللي هندفع الخدمات. من بقى شبكة صرف صحي، وطبعا حضراتكم عارفين مقاولين شغالين هناك تحت يعني إشراف يعني الهيئة الهندسية للجيش الثالث الميداني، وطبعا الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، وطبعا ميزانية محافظة السويس. اللي هيدفع الكلام ده طبعا صندوق المحافظة وهي خطة الدولة. بنشكر السيد الرئيس على الاهتمام بمحافظة السويس، بنشكر دولة رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية، بنشكر وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وبنشكر السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، والنائب عبد الله رمضان الدكتور عبد الله رمضان، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والخمس رؤساء أحياء والجهاز التنفيذي وجميع المديريات هناك، بنشكرهم على الاهتمام بصحة المواطن السويسي. وطبعا السويس قاطرة التنمية، السويس على الطريق الصحيح، السويس تستحق اللي بيحصل فيها ده، لان عانت سنين وسنين مفيش حد كان بيجي جنب السويس خالص، هي كانت موازنة، اي مسؤول كان بيجي كانت موازنة ليه ما ليه وعليه ما عليه، عمر ما في محافظ هيجي ولا مسؤول ما هيجي هيحط من جيبه، ولو حط من جيبه مش هيكفي. ده الجناين بس، يعني زي ما احنا شفنا اهو الحيز العمراني بيقولوا فوق الثلاثة مليار عمرها ما حصلت. وطبعا السيد المحافظ صرح لنا من خلال لقاء اعلامي ببرنامج جريء، يعني الراجل قال هيتم رصف 109 شارع، هيتم رصف 109 شارع في محافظة السويس الأيام المقبلة الأيام القادمة، منهم دائرة الأربعين عشان يعني التعدد السكاني هناك، يعني الكتلة السكنية هناك كبيرة، هيكون البراجيلي شارع ابن الجراح، يعني الأربعين بأكملها، آدي حي لوحده الأربعين، وحي فيصل وحي عطاقة والجناين والسويس، هيتم رصف 109 شارع. في ايه تاني؟ ايه اللي يتعمل تاني؟ حاجة محترمة، السويس المقدمة، السويس الأحسن، السويس بلد الصمود والتحدي، السويس بلد الأبطال، السويس بلد الموانئ، السويس بلد الشركات، بلد المصانع، أغنى ثالث شارع على مستوى العالم شارع صلاح نسيم، شارع الشركات، يعني ميدان فكر زاهر، من أول ميدان فكر زاهر حتى طلوع السخنة فوق، مفيش أي كلام تاني. بس احنا يا ريت نساعد، شايفين حصان مش عارف دخل أحد الحدائق اتعمل عليه فيلم، حديث الفيسبوك، حديث التواصل الاجتماعي، صوروا حصان، حصان ايه اللي بتصوره؟ انزل شوف الشوارع، انزل شوف قضية مهمة اتكلم عليه. انا حصان هيخش مثلا حديقة ولا هيخش في اي مكان هنزل عشان اصور حصان ولا حمار ولا الكلام ده؟ ده كلام يا جماعة
بقت القضيه دلوقتي اللي احنا نصور حصانه ولا الكلام ده؟ ساعد المسؤول، انزل مع المسؤول، خد الكاميرا وانزل مع المسؤول، شوفوا بيطور ايه، شبكات صرف صحي صورها، رصف صوره، بلاط انترلوك صوره، توسيع شوارع، مداخل، مخارج، اعمدة انارة، الكلام ده احنا نصوره نجيبه، بلدنا بيخاف عليها. لكن احنا هننزل لحصان، هننزل لحمار، هننزل الكلام ده، الكلام ده ما يصحش. هو مش هيبقى حديث الفيسبوك حصان دخل حديقة، ايه الكلام ده؟ يا ريت بقى نخلي بالنا من السويس، عشان السويس المقدمة والسويس الأحسن وفيها مسؤولين محترمة. طبعا كل مصلحة فيها الصالح وفيها الطالح، واحنا زي ما بنرصد الإيجابيات وبنرصد أي إيجابية بنجيبها عشان نفرح السويسة، طبعا أول كلامنا وأول استقبالنا للسيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في المحافظة، الراجل من خلال برضو تقرير إعلامي قال كده قدام برنامج الجريء، يا جماعة احنا ما بنزعلش، اللي يرصد أي سلبية احنا ما بنزعلش منه، لأن احنا بنمشي ورا السلبيات عشان نجيب حلول عليها أو نجيب أي مثلا يعني نعمل لها الإيجابيات بتاعتها. أنا من خلال طبعا برنامج جريء وقناة الصحة والجمال الفضائية المصرية، يعني بناشد السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، بناشد الجهاز التنفيذي المسؤولين، يا جماعة اللي بيحصل عندنا في الرود القديم بنطاق حي الأربعين كتير قوي، الرود القديم هناك بنطاق حي الأربعين أنا كنت فيه قبل أمس، ورحنا بكاميرا برنامج الجريء بفريق العمل ورصدنا الرود القديم، حاجة يعني حرام 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 بجد اللي انا شفته واللي انتوا هتشوفوه على الشاشة. انا ما كنتش حابب اعرض الكلام ده، لان زي ما بجيب الايجابيات لازم اجيب السلبيات. وبناشد تاني السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر، الراجل المحترم، الراجل اللي بيحب السويس، الراجل اللي بيخاف على السويس، يا فندم حضرتك عملت طفرة كبيرة من رصف لانارة لمداخل لمخارج، خليت السويس عروس البحر الاحمر، رجعت تاني السويس بس حرمة الموتى. هفرج حضرتك على تقرير خارجي انا عملته بنفسي وانا داخل الرود، انا اللي دخلت الرود وسجلت جوه. الحرامية سرقوا يعني البوابات الحديد، سرقوا الحديد بتاع المنامات جوه، ناس خارجين عن القانون، ناس لقينا سرنجات في كل مكان، سرنجات الناس بتاخد بيها اللي هي البودرة والحاجات دي، وبياخدوا بيشموا الحاجات اللي هو الشابو والحاجة اللي طالعة بتدمر الأجيال. نظرة للرود القديم، نظرة للرود القديم، نظرة للرود القديم يا فندم. الرود القديم حرمة الموتى، ناس بتنام جوه، ناس خارجين على القانون، ناس بتولع جوه الرود، كلاب ضلة، منامات مفتوحة، الناس اللي بتشيل الراتش وبتشيل المخالفات المعمارية بتروح ترمي في يعني الظهر والصبح وبالليل بيرموا في الرود. اللي بيحصل ده يا فندم كتير. من خلال برنامج الجريء أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة رئيس الجمهورية، أناشد دولة رئيس الجمهورية، أناشد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أناشد وزير التنمية المحلية، أناشد السيد محافظ السويس، أناشد كل المسؤولين اللي في المحافظة دي، بلدنا. الرود القديم هناك متدمر، متدمر من المخالفات المعمارية والرتش، الناس اللي ما عندهاش ضمير، الناس اللي هي أصلا حرام تعيش في السويس. السويس بتتدمر في الرود القديم، مأوى للبلطجية، مأوى للخارجين على القانون. البلطجية بيناموا في الرود، الحرامية بيخشوا يسرقوا يعني الواحد مش قادر يتكلم، المناظر دي تعبتنا نفسيا. مية وهيش وبوس ومنامات متخلعة، البيبان الحديد متشالة، المنامات مفتوحة، الكلاب الضالة بتخش جوه المنامات. يا ريت لو السيد المخرج يطلع يفرج السيد المحافظ التقرير اللي احنا عملناه ونرجع تاني.
من داخل الروض القديم بنطاق حي الأربعين بمحافظة السويس. يعني هي بس صورة بسيطة كده والمنظر يتحدث عن نفسه، الصورة لا تتجمل ولكن المنظر يتحدث عن نفسه. إلى السيد رئيس الجمهورية، إلى دولة رئيس الوزراء، إلى السيد وزير التنمية المحلية، إلى السيد محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، الرجل اللي هو عمل طفرة كبيرة جدا في محافظة السويس من بنية تحتية لبنية أساسية، لرصف لإمارة لمداخل لمخارج، عمل كل حاجة كويسة في محافظة السويس. النهاردة احنا بنتحدث من داخل الروض القديم، كلنا أموات وكل واحد أجله بالساعة بتاعته جاية، ولكن احنا يعني أهالينا موجودة هنا في الروض، مدفونة الروض القديم. وهنا يعني لو جينا هنقول يوم السبت 8/1/1966، لو سمحت بالكاميرا تجيب لي كده التاريخ. الروض انا داخله مفيش سور بره، في مخالفات او في رتش، الناس اللي هي بتبني وبتعمر وبتوضب بتيجي بترمي الرتش امام الروض بره. الروض جوه فيه كلاب، طبعا الكاميرا هتجيب الكلاب وهي جوه الروض. الروض فيه خارجين عن القانون، الروض فيه ناس بتنام جواه، الروض فيه ناس بتاخد حقن جواه، ناس بتاخد برشام، ناس يعني عاملة الروض دوت يعني اللي هو المسكن بتاعهم، والكاميرا هتجيب كل حاجة على الطبيعة.
تقرير يتحدث عن نفسه، نزلت بنفسي الرود القديم بنطاق حي الأربعين بمحافظة السويس بفريق العمل بكاميرا برنامج الجريء، يعني مش هتكلم كتير. خارجين على القانون جوه الرود، نايمين زي ما احنا شايفين، حقن مرمية في كل جنب، العلب اللي هي بتاعت البيرة دي مرمية في كل جنب، دواء مرمي، احنا مش عارفين يعني، هيش بوص، مفيش ولا بوابة حديد جوه الرود. ربنا ينتقم من بتوع الخردة ولا الناس اللي هي بتمشي بالعربيات القر ولا الكلام ده، ربنا ينتقم بكل من كل واحد دخل الرود اخذ بوابة حديد. على فكرة انا بتكلم احنا اهلينا جوه الرود مدفونة، ابويا وجدودي وامي كل اهالينا جوه، احنا من عائلة وارث اصل البلد. انا بتكلم عشان انا حافظ الرود ده، عارفه 44 سنة في السويس، يعني اخويا 67 سنة مواليد السويس، اختي 70 سنة مواليد السويس، ابا عن جدا. اللي بيحصل ده كتير، اخش الرود ما لاقيش ولا بوابة حديد ولا بوابة، يعني مفيش حتى احترام لحرمة الموتى. يخشوا الرود يسرقوا البوابات، ياخدوا حقن، يناموا جوه الرود، يتدفوا. ده في مناظر معايا مصورها على الكاميرا ما ينفعش اجيبها، ولا اخلاقي ولا تربيتي ولا تعليمي ولا اصلا مهنتي تسمح ان انا اجيب المناظر دي. احتفظت بيها لنفسي للبرنامج عشان ان شاء الله نروح نعرضها كده من خلال يعني البرنامج على السيد المحافظ، هوريه المناظر اللي جوه الرود. مش عاوز اجيب المناظر دي على الشاشة. اللي بيحصل ده كتير كتير قوي في محافظة السويس في الرود ده، ناس تخش تنام جوه وتولع، يعني احنا شايفين كل حاجة امامنا على الشاشة، الكاميرا لا تتجمل ولكن المنظر يتحدث عن نفسه. حاجة غريبة يعني. أنا معايا على الهواء مباشر المهندس محمد مرسي السكرتير العام السابق لمحافظة السويس. مرحب بيك يا باشمهندس. أهلا أستاذ هاني، ازيك؟ مرحب بيك يا باشمهندس، الله يكرمك. باشمهندس أنا حضرتك يعني كنت يعني في سنة من السنين السكرتير العام لمحافظة السويس، احنا عرضنا الرود القديم وعرضنا جوه، يعني في الرود مفيش ولا بوابة حديد ولا اي حاجه في الرود خالص، وناس خارجين على القانون نايمين جوه الرود، والرود جوه متدمر خالص. عاوز اخد راي حضرتك كده على الهواء. والله استاذ هاني انت عارف قصه الرود القديم دي، هي لان كانت منع من فتره كبيره الدفن في الرود القديم بعد ما اتعملت المقابر الجديده، و ثم لاحقا اتعملت المقابر الثانيه اللي بعد منها في عنقود، على اساس يتمنع الدفن في الرود القديم. المكان طبعا لما ترك مجرد حارس موجود على الرود في منطقه شعبيه، ما في جهه مسؤوله عن صيانه الرود او الكلام ده، فقال ما قال لي الوضع اللي انت شفته حاليا وعرضته يعني. طيب يعني احنا يعني امتى هنفضل نشوف المناظر دي؟ يعني لحد امتى؟ يعني انا عاوز كلمه حضرتك كده على الهوا، لحد امتى المناظر دي نشوفها قدامنا كده واحنا يعني الواحد محزن على اللي بيحصل؟ هقول لك يا استاذ هاني، كان في من كام سنه كده كان الشيخ حافظ سلامه عليه رحمه الله، رحمه الله عليه، ومجموعه من اهل السويس، نعم، تبنوا مبادره كان اسمها عظم التربه او الحفاظ على عظم التربه يعني. نعم. المبادره دي ما لقيتش الدعم الحكومي او التنفيذي ليها. تمام. لكن انا من واقع اللي احنا شايفينه حاليا والمجهودات اللي بيتم بيها المحافظ والاعتمادات الكبيره اللي موجوده في المحافظه حاليا، اعتقد ان الاوان دلوقتي مش يعني كمان شويه نسيت المحافظ يبص للمكان ده، ومن ضمن التطوير والمظاهر الجماليه اللي بتحصل في البلد ان هو يهتم بالمكان ده ويوجه باتخاذ الاجراءات اللازمه
لرفع الكفاءة زي ما كان المقترحات اللي كانت محطوطة، استكمال السور اللي تم هدمه ببعض الناس اللي خارجة عن النظم اللي كانوا بيرموا في الرش، زي ما انت شفت كده كمية الرش اللي كانت بتترمي ورا والكلام ده كله، يتقفل السور تتعمل إنارة عشان خاطر الكلام ده كله، يتعالج المشاكل اللي موجودة في الروض. وأعتقد بما متوفر حاليا من إمكانيات عند محافظة السويس إن السيد المحافظ يبص نظرة كده إلى هذا الأمر. أشكرك يا باشمهندس، شرفت ونورت، أشكرك. خليك يا أستاذ هاني، الله يخليك. تفضل. كان معانا طبعا المهندس محمد مرسي السكرتير العام السابق بمحافظة السويس، والراجل كان طبعا معاه ملف الرود القديم. طبعا قال المناظر اللي احنا بنشوفها دي يعني غير لائقة طبعا بالسويس نفسها، خارجين عن القانون، أبواب مرفوعة، الأبواب الحديد مرفوعة أصلا من المقابر، هيش زرع مية، كلاب ضلة، الناس بتاخد حقن، ده حتى الناس اللي بتروح تاخد العربيات النقل ولا العربيات الكبيره بتنزل قدام الرود بترمي هناك المخلفات المعماريه والراتش، عيني عينك ازاي الكلام ده يحصل؟ ده مش رود، انا اللي انا دخلته ده مش مقابر المسلمين خالص، ده يعني مش مكان كده. اللي بيحصل ده كتير قوي. انا معايا الاستاذ مدحت البلاع، يعني من احد يعني الناس اللي عملت مبادره عظم التربه. مرحب بيك يا استاذ مدحت. مرحب بيك يا استاذ هاني والساده المشاهدين. مرحب بيك حضرتك. احنا عرضنا الرود القديم، كنا بكاميرا برنامج جريء قبل امس ورصدنا المشهد على الطبيعه، البيبان الحديد متخلعه، الكلاب الضاله زادت هناك وبقت بتخش جوه يعني المقابر، ومش الله اعلم بقى ايه اللي بيحصل، والناس اللي خارجين على القانون وناس بتاخد حقن وراتش. يعني كلمني على الرود، كلمني. والله يا استاذ هاني انت بالمناظر اللي رأيتها دلوقتي قطعت قلبي وفكرتني باللازم مضى. احنا من حوالي سنتين بتجمع شعبي برعايه شيخنا الجليل الله يرحمه الشيخ حافظ سلامه الله يرحمه، وقفنا وقفه كان معايا صور اكثر انابا واكثر صور من اللي انت عرضته ده دلوقتي. نعم. ولكن بعد ما تم عمل اصلاحات في الصرف الصحي ناحيه المحروسه، الحمد لله رب العالمين، الميه خفت عن الرود القديم. دلوقتي بقت المشكله مشكله هيشه ومشكله ترميم ومشكله تامين، والتامين قبل النظافه وقبل الترميم. نعم. استغلها كل خارج على القانون يا ريس. حلو الكلام. زي المناظر اللي حضرتك بتعرضها دلوقتي، يا اما في شرب مخدرات، يا اما في اللي هو في تجاره مخدرات، يا اما عاملها مخازن خاصه ليه. سعادتك دلوقتي انا سعدت بالتقرير بتاعك اللي عامله على قريه عامر، وقال ان هو تم تخصيص 3 مليار ليه. نعم. من باب اولى اهالينا وعظم تربتنا، ابونا ابويا وامي وجدي وستي واهالينا، الناس دي اللي في نص منطقه سكنيه اللي هو يتم النظر ليها او يعني تنول بعض الاهتمام. مش هبعد بعيد عنك يا استاذ هاني، انا من حوالي اسبوعين كنت في تراب العمود في اسكندريه. نعم. عند عمود السواري، ودي نص منطقه سكنيه، ورايح في يوم في نص الاسبوع مش معاك زياره. الطرق متامنه، الطرق نظيفه، مضيئه، فيها شجر، فيها ميه، فيها حراسه. احنا مش اقل من كده يا استاذ هاني، احنا قادرين ان احنا نعمل كده. يمكنونا ان احنا نرمم وننظف مقابر عائلاتنا، احنا مستعدين ان احنا نشارك مع المحافظه او مع التنفيذيين. اما الجهه الامنيه فمش بتاعتنا، دي ليها الناس المختصه بيها، هو ادرى بيها اللي هو تعليق الاسوار، الاضاءه، الكاميرات، حلو الكلام، عشان يمنع اي خارج عن القانون على المنطقه. هي المقابر دي ممنوع الدفن فيها صح؟ بس من وقت قريب جدا الناس بتدفن فيها يا استاذ هاني، برضه مش عايزين نحط راسنا في الرمل. ازاي طيب؟ يعني الناس بتخش تدفن فيها يعني معاها ناس معاها تصريح للرود الجديد تخش الرود القديم؟ الدفن ما بيطلعش على مقابر ال 40، انا معاك فعلا. نعم. لكن انا بعيني شفت ناس بتدفن في مقابر ال 40 لوقت قريب. ما ده خطا يا استاذ مدحت، ده خطا اللي بيحصل، ده خطا. خطا كبير، لان معلش انا يعني كنت جوه وعرضت المنظر على الشاشه، الكلاب الضاله عايشه جوه.
حضرتك سيبك من خارجين عن القانون، الخارجين عن القانون كده كده هيروح ينام ولا هيروح يعمل اللي هيعمله، هياخد حقن، هياخد الكلام ده هيمشي، لكن الكلاب الضاله كتيره جوه، منظر فظيع. عرضت يافطه اللي هو واحد توفى سنه 66 ده، انا معايا صوره ابعتها لك دلوقتي يا استاذ هاني، واحد مدفون 2020 ده، يعني حاجه غريبه يعني 2020 يعني السنه اللي فاتت. ان شاء الله احنا هنناشد السيد محافظ السويس والجهاز التنفيذي او الساده المسؤولين، وان شاء الله هم هيبطوا في الموضوع وان شاء الله خير. اشكرك استاذ مدحت، اشكرك. طبعا كان معانا استاذ مدحت البلاع، ابن من ابناء السويس، وكان في مبادره عظم التربه مع شيخ المجاهدين رحمه الله عليه الشيخ حافظ سلامه. طبعا يعني وقال في ناس بتدفن 2020 وده خطا يا جماعه، ما فيش حد يروح الرود القديم يدفن هناك، اللي هيدفن هيروح بالامانه اللي معاه يدفنها في الرود الجديد في اي مكان ما عنده، او عند اهله او عند اقاربه او عند الصدقه لو ما عندوش اماكن، ولكن الرود القديم ما ينفعش الدفن فيه، الدفن موقوف فيه، خطر يا جماعه خطر. احنا معانا الاستاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بمحافظه السويس. مرحب بيك يا استاذ عمرو. الو، مرحب بيك يا استاذ عمرو. اهلا بيك، اهلا بيك. مرحب بيك تاني، ازي حضرتك؟ الله يعزك يا استاذ عمرو. احنا كنا بنتكلم على الرود القديم بمحافظه السويس، وعرضنا يعني مناظر يعني لا تليق اصلا بشعب السويس جوه الخارجين على القانون والكلاب الضاله، ويعني يعني الابواب يعني البوابات الحديد كلها متشاله. كلمتك ايه للساده المسؤولين عن الرود القديم؟ استاذ هاني، انت اكتر من مره فتحت هذا الملف، الملف يحتاج مزيد من الدراسه، ويحتاج المسؤولين يعيدوا دراسه على اعلى مستوى، لان اصبحت المنطقه دي منطقه في قلب المدينه، وفي عائلات كبيره وفي ليها نفسها جوه المدافن القديمه اللي في داخل الأربعين، وده اللي انت تقصده اللي هو داخل اللي داخل حي الأربعين. في حي الأربعين. طبعا حاجه، لان كل عائلات السويس القديمه ليهم ناس عزاز عليهم، وعلى فكره كان في قريبه منهم بس طبعا تم نقلها اللي هي مقابر الشهداء. المنطقه دي شهدت ابطال وشهدت معارك وشهدت دفن شهداء، يعني ليها تاريخ كبير في تاريخ السويس وفي نضال مصر كلها، بل والامه العربيه. لما تيجي في فيديوهات اللي يخش على اليوتيوب هيلاقي حاجات اتعرضت على اعلى مستوى بعد حرب 73 مباشره في هذه المنطقه. نعم. في حاجات تم فتح ملفها وفتح اسرارها في لقاءات رفيعه المستوى. على فكره انا بكلمك دلوقتي من استاد السويس عشان بعد لحظات في لقاء الزمالك وسيراميكا، اللقاء المرتقب عشان الدوري العام، واحنا عارفين الزمالك في قصه ثانيه. ليه بكلمك؟ لان نفس المنطقه اللي انا فيها ارض بطولات وارض تاريخ، في بطوله السويس مش كوره، بتكلم على تاريخ السويس. المنطقه اللي انت بتتكلم عليها دي تاريخ، قلب تاريخ السويس من زمن في المنطقه دي، فتحتاج من المسؤولين دراسه كبيره لماذا يتم من الاعتناء بها في المقام الاول، ثم ماذا سيتم للحفاظ على تاريخ المدينه من خلال هذه المنطقه. اشكرك يا استاذ عمرو، شرفت ونورت. طبعا زي ما احنا يعني سمعنا الاستاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بمحافظه السويس، وسمعنا الاستاذ مدحت البلاع، وسمعنا المهندس محمد مرسي. ان شاء الله نعرض الملف بالفيديوهات بالتقرير الخارجي على السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر، والراجل يعني قلبا وقالبا مع السويسه وبيحب شعب السويس وبيحب السويس، وان شاء الله يتم يعني البدء في موضوع الرود ويشوفوا حل الرود القديم. واخر كلامي الله المستعان، وخليكم معنا في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.